رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكوره والملاعب. يا مساء الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده في قناه النادي الاهلي. يا مساء الفل يا شيماء، انا بسعد دايما باللقاء بيكي على قناتنا قناه النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل افراد طيب. الشعب المصري كلهم بالف صحه والف خير بمناسبه شهر رمضان. يا رب علينا كلنا خير باذن الله. عندنا كلام كتير قوي هنقوله النهارده. ممكن نبتدي بالمباراه الاخيره للنادي الاهلي قصاد طلائع الجيش. طبعا كانت مباراه كويسه جدا قويه جدا، وشفنا فيها يعني اثاره وشفنا فيها تشويق، والحمد لله انها انتهت بالثلاث نقط اللي احنا اكيد محتاجينهم زي ما محتاجينهم في كل مباراه متبقيه للنادي الاهلي. عندنا بكره كمان المباريات المتبقيه، عندنا كمان ست مباريات متبقيه، واولهم هيكون مباراه بكره باذن الله امام النجوم باذن الله. صحيح، امام النجوم الساعه 7 مساء على استاد بترو سبورت، ان شاء الله يكون الفوز حالتنا. خلينا نتكلم عن اللقاء اللي فات قصاد طلائع الجيش. شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت ان هو ده الاهلي، هو ده الاهلي اللي احنا دايما بنبحث عنه، متابع اخباره بحكم مهنتي كصحفي وبحكم ولائي وانتمائي للنادي الاهلي كعضو في النادي الاهلي. دايما احنا بنبحث عن الاهلي الروح، صحيح، الاهلي العزيمه والاهلي الرمز، وده اللي شفناهم او تجسدوا في مباراه طلائع الجيش بكل معناه. صحيح، المباراه ما كانتش مباراه مدرب اكتر ما كانت مباراه لاعبين. صحيح، لاعبين بيتمتعوا بروح النادي الاهلي، حاسين بحجم المسؤوليه الكبيره جدا عليهم اللي ملقاه على عاتقهم. طبعا من اصغر لاعب كان موجود لاكبر لاعب بكل تراكمات خبراته. احنا شفنا ان الاهلي مش بس كان عنده اصرار على الفوز، ولكن حتى لما تحدثوا الظروف وجي في وسط تفوقه الكاسح في هذا اللقاء يجي عليه ضرب الجزاء، يعني اختلف الخبراء حوالين حقيقتها او ماهيتها، لكن ان هو يرجع تاني ويجيله ضرب الجزاء وتهدر، ودي كانت ممكن تحطم معنويات اي لاعب. اللقطه بتاعت علي معلول هو يمكن بيعيط متاثر طبعا بتضييع الضربه دي. هي دي علي معلول اللي مش يعني مش اساسه ولا تربيته كابن من ابناء النادي الاهلي، هو تونسي محترف، لكن اكتسب بقى الروح دي. انا حسيت ان علي معلول ده نشا اتولد جوه النادي الاهلي. صحيح، في اللقطه دي الاحساس بالمسؤوليه، الاحساس باسم الاهلي الكبير واسم الاهلي العريض هو اللي وصلت لعيبه النادي الاهلي ان هو يكون الجون، والجون يجي في او هدف الفوز يجي في بلس. صحيح، 90 اللي احنا اتعودنا على وجودها في النادي الاهلي سنوات طويله ومباريات كتيره وبطولات كتيره جدا جدا جدا. مين كان يصدق ان احنا في سنه موسم 95 96 والفارق كبير 13 نقطة بين الأهلي وبين الزمالك، والأهلي يستطيع أن يعوض الفارق نقطة تلو النقطة إلى أن يستطيع أنه في النهاية يحسم البطولة لصالحه. صحيح، مين كان يصدق أن الأهلي في موسم 2008-2009 والبطولة بتتهادى إلى النادي الإسماعيلي، ثم يعود من بعيد جدا أحمد فتحي ويحرز هدف الفوز في مباراة تاريخية شهيرة وينقل بها النادي الأهلي من حالة إلى حالة، وينتهي القصة في المطاف إلى مباراة فاصلة بينه وبين الإسماعيلي تنتهي بفوز الأهلي بهدف فلافيو الشهير. مين كان يصدق أن في موسم 2010-2011 موسم الثورة وعام الثورة وكل الكرة مدمرة في كل الاتجاهات والفارق يتسع الى 11 نقطة بينه وبين المنافس التقليدي الزمالك، ثم يستطيع من بعيد جدا الاهلي ان يفعلها، ومباريات كتيرة برضو كانت بلس 90. هو ده اللي عودنا عليه النادي الاهلي، هو ده اللي عودنا عليه النادي الاهلي. مين كان يصدق السنة دي؟ السنة دي بقى ما بنتكلمش في التاريخ، احنا بنتكلم في الواقع. يمكن انا قابلت حضرتك قبل كده مرتين وكنت كان عندي ثقة تماما ان هذا الفارق سيتلاشى. صحيح، وان الاهلي سيتفوق. صحيح، وان دي ثقتنا في اسم الاهلي، في لعيبة الاهلي، في ادارة الاهلي اللي عمرها ما اهتزت لحظة واحدة ابدا ان تصورنا ان مش هتكون دي النتيجة في الاخر، بشرط انك تمتع بروح الاهلي. ما تخليهاش انها تبعد عنك او تتأثر باي ضغوط خارجية عليك، مهما حاربوك، مهما ضايقوك، مهما تقولوا عليك. صحيح، مهما حاولوا ان هو ينوشوك ويدخلوك ويخرجوك بعيد عن تركيزك. ده حصل كتير قوي السنه دي، ده بفعل فاعل متعمد من ناس كتير ومن اطراف كتير، واطراف ساعدت اطراف عشان يضربوا في الاهلي، لكن الاهلي عمره ما هينضرب وعمره ما هيتاثر ابدا ابدا. مباراه طلائع الجيش بتاخدنا لمنحنى تاني اللي هو مباراه
بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله الساعة 7 مساء على ملعب بترو سبورت. مباراة بكرة إن شاء الله مباراة غاية في الصعوبة، يعني لو قلنا الخمس مباريات أو الست مباريات المتبقية للأهلي كلهم صعبين. صحيح، يمكن لأن الفريق ده بالأخص يعني هو بيحاول متزيل إن هو القائمة يفضل موجود في الدوري المصري الممتاز وما يهبطش. طبعا يعني بالذات الفرق اللي هي بتحاول إنها تهرب من الهبوط دي بيكون عندها دافع كبير جدا إن هي تفوز بالثلاث نقاط. الـ 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 الأهلي مطلوب منه بكرة إن هو يحترم المنافس جدا. صحيح، ويمكن دي أهم تصريحات مارتين لساتي. يعني إذا كان الزمالك تعرض إلى 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 ثلاث هزائم هذا منهم الموسم، واحدة قصاد النجوم، في الدور الأول، فأن نخشى مفاجآت النجوم ده مطلوب من 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 الجهاز الفني ومن اللعيبة مع وجود الدفاع المهم اللي عندهم، الروح القتالية والإصرار وحالة الروح الجميلة اللي احنا شفناها في مباراة طلائع الجيش لابد أن تستمر وتسود. أعتقد أن مجموعة اللعيبة قدامنا اللقطة اللي كنا بنتكلم عليها علي معلول، علي معلول وفي توقيت قاتل جدا ممكن ان هي كانت تعصف بفرص الفريق خالص في المباراه. صحيح، بتعقدت المباراه مع ان المباراه كانت سهله جدا. صحيح، حجم الفرص اللي ضيعها النادي الاهلي تزيد عن 6 أو 7 فرص في هذا اللقاء. فرص حقيقيه مش للتهديد. بس برضو في اللقاء ده، مش بس في لقاء طلائع الجيش، يمكن دي كانت يعني لازمه للنادي الاهلي في اخر كام لقاء ليه، وده اللي بيعمل عليه مارتين لاسارتي في الايام الحاليه. 118 فرصه محققه. تخيلي ان الاهلي كل ما سجلوا من اهداف 46 لو ضفنا عليهم ال 118 لان مش عدينا البلس 90 دي، احنا عدينا بكتير جدا. كان يبقى رقم تاريخي للاهلي هذا الموسم. 118 هدف ضايع محقق طوال الموسم طبعا، حتى المباراه ال 28 بالنسبه للاهلي. صحيح. طيب احنا اتكلمنا عن لقاء بكره، قلت لي لقاء بكره ده مهم جدا لان الفريق المنافس عنده طبعا دافع قوي جدا ان هو يفضل موجود في الدوري المصري الممتاز. طبعا ده دافع يمكن هو الاقوى قصاد اي منافس. لا، مفيش دافع يضاهي دافع النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيحافظ على لقبه. الدوري بالنسبه للاهلي زي الايه، زي الروح والدم، زي ما عندناش غيره في الموسم الحالي. لا، وعندنا الكاس وعندنا السوبر. ايوه، لكن بس برضو خلينا نقول ان بعد خسارتنا او بعد خروجنا في دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، او لم نحصل على اللقب مرتين ورا بعض، خسرتنا في النهائي وبعد كده خسارتنا برغم اختلاف واختلال المعايير بين البطوله اللي فاتت اللي خرجنا منها من النهائي وخروجنا في الدور الثمانيه، يعني في اختلاف كبير جدا في المشهد يعني. لكن اكيد جماهير النادي الاهلي بقى مستنيه بطوله. مش معقول هنبقى قاعدين كده من غير ولا بطوله. يمكن يعني هو الدوري المصري الممتاز ده هي دي الهدايه الوحيده اللي ممكن يديها النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي لجماهيره. الطمع في البطوله طمع مشروع، ومش بس في بطوله الدوري وبطوله الكاس كمان. احنا عندنا تحدي كبير جدا في بطوله الكاس، في مباراه بننتظر تحديد موعد اقامتها اللي هو مباراه بيراميدز في دور ال 16 لبطوله كاس مصر. اعتقد ان الاهلي برضو عنده فرصه مواصله المنافسه في بطوله كاس مصر ومن ثم احراز اللقب ايضا. يعني صحيح، بطوله السوبر التي لم تحدد، الاهلي فرصه هي ما زالت الاكبر باعتباره بطل الدوري في الحصول على هذه البطوله. أكيد. بامكان الاهلي ان يخرج من هذا الموسم بثلاث بطولات في نتمنى. طيب خلينا نروح سريعا لمقر النادي الاهلي في الجزيره، معانا زميلنا شريف شعبان هيكلمنا طبعا عن القائمه اللي هيخوض بيها مارتين لاسارتي بكره ان شاء الله اللقاء الهام قصاد النجوم. وكمان النهارده في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نبتدي الاول بالقائمه وبعد كده عايز اعرف منك تفاصيل عن اجتماع مجلس الاداره. من جديد بجد التحيه ليك شيما ولكل المشاهدين طبعا ولضيفك الكريم النقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم داوود. يمكن منذ قليل فعلا اعلن النادي الاهلي قائمه ال 20 لاعب اللي مبيت في معسكر في احد فنادق مصر الجديده. طبعا استعدادا لمباراه النجوم غدا اللي نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. خليني اقول لك الاسماء، هم 20 لاعب في حراسه المرمى، ثلاث حراس: شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعه، سليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، اجاي جيلاردو،
أزارو وصلاح محسن. يمكن ده قائمة العشرين لاعب اللي أعلن عنهم منذ قليل مستر لاسارتي المبيت في أحد فنادق مصر الجديدة. طبعا الأهلي هيتحرك أو لاعبي النادي الأهلي هيتحركوا في خلال نصف ساعة من الآن إلى أحد الفنادق علشان بإذن الله مباراة الغد. يمكن منذ قليل أو من الساعة بالتحديد من الرابعة والربع عصرا كان اجتماع مجلس الإدارة، وللآن الاجتماع لسه مستمر، يمكن داخلين في حوالي ساعتين لسه اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي منعقد طبعا برئاسة رئيسه كابتن محمود الخطيب ونائبه الوزير العامري فاروق. يمكن باقي الأعضاء متواجدون، يمكن بس اللي ما جاش إلى الآن يمكن اعتذر عشان خاطر السفر خارج مصر هو أمين الصندوق الأستاذ خالد الدرندلي. إلى الآن الاجتماع مستمر، إلى الآن لم ينتهي الاجتماع. بإذن الله بعد انتهاء الاجتماع هيكون في عرض على الهواء مباشرة لأبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة. عودة من جديد ليكي شيما، اتفضلي. شكرا. متواجد دلوقتي في النادي الاهلي في المقر الرئيسي في الجزيره، طبعا هو نقل لنا كل التفاصيل الخاصه بتدريب النادي الاهلي الاخير النهارده قبل ما يتجه الفريق للمعسكر المغلق استعدادا طبعا للقاء بكره قصاد النجوم الساعه 7 مساء على ملعب بترو سبورت. كمان قال لنا ان ابتدى النهارده الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي الساعه 4:15 مساء. طبعا كمان قال لنا على القائمه اللي بتضم 20 لاعب مره ثانيه هقولها لحضراتكم. في حراسه المرمى شريف كرامي، الشناوي، علي لطفي، في الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، وعلي معلول. في خط الوسط حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعه، عمرو السوليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو، وجونيور اجايو. في الهجوم وليد ازارو وصلاح محسن. نرجع مرة تانية لحضرتك يا دكتور إبراهيم، وكنا بنتكلم طبعا عن لقاء بكرة للقاء الهام ده، وكنت عايز أسألك هل تتوقع أن يكون في تغيير في طريقة اللعبة بكرة؟ يمكن مش تغيير في طريقة اللعبة، لكن أنا ممكن أخذ من المشهد الأخير اللي انتهت إليه مباراة طلائع الجيش، يعني توقعات أن يكون حسين الشحات مشارك أساسي بكرة صحيح في هذا اللقاء إلى جوار رمضان صبحي كطرفين. طبعا أزارو هو اللي موجود كرأس حربة أساسي صحيح للفريق مع وجود صلاح محسن كبديل، لكن هو كان يمكن كان بيعاني من في اليومين صلاح محسن مش مروان محسن مروان محسن برا. بيخش هشام محمد في خط الوسط، ممكن يكون موجود على دكة البدلاء لأنه ما فيش لاعب ارتكاز كتير في المركز ده، فاكيد ان هو ممكن يخش ضمن ال 18 هشام محمد بس يكون على دكه البدلاء على حساب حمدي فتحي او لصالح حمدي فتحي وعمرو السوليه. بالنسبه للدفاع، خط الدفاع هيبقى هو يمكن المفضله بين احمد فتحي ومحمد هاني. اعتقد ان عوده محمد هاني من الاصابه هتدي افضليه شويه لاحمد فتحي مع وجود محمد هاني على دكه البدلاء لبعض الوقت، وربما ممكن نشوف فتحي بيلعب في الوسط تاني مع وجود حمدي فتحي وعمرو السولية. اعتقد ان القصة احمد فتحي هيبدأ اللقاء ده هو المرشح باعتبار غياب محمد هاني لفترة طويلة بسبب الاصابة. صحيح. ياسر ابراهيم وايمن اشرف هم اللي هيكونوا في خط الدفاع، وعلي معلول طبعا علوله في الـ في الـ في الكظهير ايسر. اعتقد دي ملامح التشكيل بالنسبه للقاء بكره. صحيح. على حساب المحترفين جيرالدو جونيور اجي هم الاقرب ان يكونوا على دكه البدلاء. وليد سليمان واهميته في الملعب اللي شفناها كلنا اكيد في اللقاء طلائع الجيش، اعتقد ان هيكون عنده فرصه اكبر للاشتراك لعدد دقائق اكبر في اللقاء في لقاء بكره، ولكن هيبدا من على دكه البدلاء، ده الاقرب للمنطق ما لم يكن لمستر لاسارتي حسابات اخرى. يعني اعتقد ان هيكون موجود وليد سليمان على دكة البدلاء مع منحه عدد دقائق أكبر عشان يستعيدوا بشكل أساسي في قادم المباريات. صحيح. تعال نشوف المباريات بقى المتبقية للنادي الأهلي. قلنا 6 مباريات، النجوم، سموحة، الإسماعيلي، مقاولين العرب، أنفي، والزمالك. كمان بيتبقى لنادي الزمالك، الإسماعيلي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الداخلية، والجونة. بيراميدز متبقي له المصري، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود. شايف بقى شكل المنافسة إزاي؟ شايف ان اسهل مباراه للنادي الاهلي هتستعجبي وهتستغربي هي مباراه الزمالك. يمكن المباريات المتبقيه للنادي الاهلي كلها صعوبتها في وجود دفع قوي للمنافسين ان هم يفضلوا موجودين، صح، البقاء خصوصا في حاله انبي وفي حاله السموحه. صحيح.
يمكن كمان انفي كان مقدم اخر مباراه لي مباراه كويسه جدا، مباراه دام بتروجيت وفاز برضو في بلاس في 90 بلاس، يمكن جت برضو عن طريق رامي صبري اللي كان اكيد نفسه يكون موجود في صفوف النادي الاهلي يمكن مصبوط. ولعب كمان معانا ماتش اتلتيكو عشان كده كان هنا دايما بيبقى اختيار النادي الاهلي على اللعيب اللي بيتمتع بالروح. صحيح مظبوط مظبوط حقيقي. نيجي للاهلي برضو متبقين مباراه المقاولين، المقاولين مقدم موسم السنه دي غايه في الروعه تحت ايد برضو ابن النادي الاهلي عماد النحاس، والمباراه بتاعه الاسماعيلي. الاسماعيلي والمقاولين انا شايفهم متوسطي الصعوبه، الصعوبه بمكان في مباراه سموحه وانبي اسهلهم على الاطلاق من وجهه نظري انا مباراه الزمالك، انك بتوصل لها في اللاين الاخير من صحيح بتكون يمكن حسمت بقى اللي هيحصل اللقب ده معاك ولا مش معاك. التوقعات بتقول ان لو لم يحدث عبث من جانب اتحاد الكوره باتجاه ان هو ياجلوا المباريات حتى بعد بطوله الامم الافريقيه، اذا مرت الامور فير واحنا ما شفناش من بدايه الموسم فير خالص، لا في اختلاط حكام ولا في اي حاجه تانية خالص، ولا في تاجيل مباريات صحيح. ولا في عداله في ان يكون معيار واحد على كل الفرق اللي دايما بيبقى مستهدف النادي الاهلي على طول الخط. لو الامور مشيت بشكل طبيعي انا اعتقد ان الاهلي هيوصل للخط النهايه وهو تقريبا بنسبه 95% حسم بطوله الدوري باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب بشكل عام بقى تقييمك للمنافسه في الدوري في الموسم الحالي تقييمي في المنافسة إن غاب القط العب يا فار، ده كان شعار النص الأول من المسابقة. القط هو القط اللي كان مشغول بالبطولة الأفريقية وملفات تجديد الصفوف وتعديل في الرؤية الفنية، فده كان القط الغائب. في النص الثاني الأسد رجع صحيح، فلما الأسد رجع لازم الكل بقى يبتدي إيه يعمل حسابه ويخاف ويراجع حساباته مرة ثانية. المعايير كلها اتقلبت، المعايير كلها اتقلبت لأن الأسد هو الأهلي أو الأهلي رجع، وطالما الأهلي رجع وفي حالته الطبيعية صحيح يبقى الكل لازم يوسع له، الكل لازم يوسع له من سنة 48 ل 2019 لما الأهلي بيرجع الكل لازم يوسع. خلينا نروح للتحديات اللي بتقابل النادي الاهلي في المواجهات المتبقيه ليه، ست مواجهات، شايف التحديات دي ايه؟ اول تحدي ان 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 تعمل ديرت وورك على الاهلي. انا شايف ان لو اتاجلت الاسبوعين الاخيرين من المسابقه لما بعد بطوله الامم الافريقيه ده قمه الديرت وورك اللي بتعمل ضد الاهلي. ليه؟ الاهلي هو الافضل باجماع الخبراء الانديه المصريه المشاركه في بطوله الدوري العام هذه الايام وخلاص هو امطار على نهايه المسابقه. صحيح، لما نخلق فرصه جديده للمنافس ونديله شهر كامل ها وبعدين نلعب اخر مباراتين. من وجهه نظر حضرتك ممكن المباريات كلها تخلص قبل بدايه البطوله الافريقيه لو متبقي ست جولات، هل هينفع يدهو الست جولات دول يستطيع؟ وخلينا برضو نتكلم ان احنا داخلين في شهر رمضان فاكيد برضو الظروف بتبقى صعبه جدا يعني. فندم ما كل اقامه المباريات بعقب الافطار وكلها في تمام الساعه العاشرة فهي ما هي ظروف الاهلي نفسه هيلعب مباريات الساعه 10 مباراه سموحه دي اللي اعلنت حتى الان ما تبقى من رمضان يوم السبت باذن الله ان شاء الله هتبقى الساعه 10 بالليل فما فيش تاثير على الصيام ولا في لعب في الصيام وبعدين المعيار واحد على كل الانديه فلو احنا التزمنا بثلاث ايام كل ماتش احنا بنتكلم في 18 يوم اعتبارا من يوم السبت الجاي يبقى نقدر ننهي في نهايه خمسه وماتشات الدوري كلها خلصانه بالنسبه لفريق زي الزمالك هيبقى ناقص ماتش هي المشكله كلها اللي هي بطوله الكونفدراليه الزمالك لو وصل للنهائي هو بيطالب بتاجيل كل مبارياته حتى موعد المباراه النهائيه طبعا ده مش بس هيؤدي لان يبقى في مباراتين خارج النص ده ممكن يؤدي لان الزمالك نفسه يبقى له اربع مباريات مؤجله وده طبعا بيخل بمبدا تكافؤ الفرص فاول تحدي هو ان تدار المسابقه لصالح طرف بعينه على حساب النادي الاهلي صحيح ال- 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 التحدي الثاني اللي موجود هو ان روح الاهلي دي تغيب عن اللعيبه لمده ثانيه واحده وانا ما اعتقدش ولا اشك في ده ان ده هيحصل في الخمس مباريات او ست مباريات المقبله ده التحدي الثاني من وجهه نظري اللي ممكن يعترض طريق النادي الاهلي التحدي الثالث ان مستر لاسارتي ما يبقاش مركز قوي
في اعداد الخطه المناسبه لمواجهه المنافس في اي مباراه من المباريات السته. وان شاء الله برضو احنا بنثق في مصطفى الاسارتي ان هو هيكون قدها وقدود في ادارته للخمس او الست مباريات اللي جايين. دول التحديات الثلاثه اللي بتقابل النادي الاهلي. ان شاء الله هو قادر على اجتيازهم وعبورهم وربنا ينصره طبعا على المتربصين به سواء في اتحاد الكوره او في غيره. خلينا نروح لملف التحكيم. ملف التحكيم في الدوري المصري في الموسم الحالي يعني يمكن كان سيء جدا. شفنا اخطاء يعني لا تغتفر من حكام كتير في الدوري المصري ممتاز، كانت اكيد متسببه في نتائج يعني غير مستحقه للفرق ونتائج يعني فرق تانية ما تستحقش ان هي تكون في المراكز دي او بعدد النقاط دي طبعا، وده كان بسبب اخطاء لحكام معينين. اتكلموا الاول في البدايه ان هيكون في تقنيه الفار، واكيد اول من طلب بتقنيه الفار او تطبيق تقنيه الفار كان النادي الاهلي في بدايه الموسم. ابتدينا نتكلم ان هيتم فعلا تطبيقها يمكن من النصف الاخر او من الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، بعد كده قالوا من الموسم المقبل، بعد كده طلعوا قالوا ان الامكانيات الموجوده عندنا الموجوده كمان في الملاعب ما تقدرش ان هي يعني تستقبل تقنية الفار، وده أكيد هيسبب إن هيكون في ملاعب عليها تقنية فار وملاعب لأ، وده هيكون ما بيحققش يعني مبدأ التكافؤ الفرص ما بين كل الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز. فابتدينا إحنا نستعين بحكام أجانب. الحكام الاجانب دول $25,000 وبيجوا طبعا كمان دون المستوى. يا ريت احنا بنستعين بحكام، احنا بنستعين بحكام من الدوري السعودي. خلينا نتكلم كده نوصف الحاجات باشياء. احنا بنستعين بحكام من الدوري السعودي. سابق كل حكم دار لقاء في الدوري السعودي او دار عده لقاءات بنجيبه يحكم في الدوري المصري. ده وير جدا، ده بيخلينا نشعر بالقلق الشديد جدا على الطريقه اللي بتدار بيها عمليه استخدام الاجانب. يعني لما 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 نبص على الحكام الاجانب اللي اداروا مباريات الاهلي كلهم اداروا مباريات في الدوري السعودي علامه استفهام. لما نبص كل المباريات اللي اديرت لنادي زي بيراميدز وكلهم اداروا مباريات في الدوري السعودي علامه استفهام. لما نشوف المباريات اللي اديرت لنادي الزمالك وكلهم اداروا مباريات في الدوري السعودي علامه استفهام، اذا في حاجه غلط. يا اتحاد الكوره في حاجه غلط، تفهمونا ايه اللي بيحصل. طيب خلينا نتكلم عن مبلغ ال $25,000. هل من وجهه نظر حضرتك ده المبلغ $50,000؟ خلينا بس نقول الناس النص يعني. مليون جنيه اللي بيدفعوا للحكام دول، حكامنا زي الفل. فاردوا بحكامنا احسن لكم. احسن لكم ولا تدفعوا $50,000؟ لا طبعا. $50,000 دول يعني حوالي مليون جنيه مصري، حوالي 875,000 جنيه. طب ايه بقى؟ طب ما نجيب مدرب احسن يعني، كل فرقه نوفر لها بقى بدل يعني، وكل فرقه طيب. عندها اربع يعني مثلا ماتشات في الشهر، 4 مليون جنيه في الشهر. ماتش واحد وضرب حكام اجانب هتدفع 875. يعني طب ما صعب. طب ما هذه المبالغ نصها على الاقل ادعم اتحاد الكوره وطبق تقنيه الفار. احنا مش عاوزين اي حكام اجانب يبقوا موجودين في الدوري المصري. صحيح صحيح. على سبيل المثال اللي حصل تجربه الخمس حكام ولو بقوا 10 حكام ما ثبتت فشلها فشل ذريع جدا في الدوري المصري. يعني موضوع الخمس حكام ده أخطاء بالجملة ما زالت ترتكب داخل منطقة الجزاء وعلى الخط. يعني أحيانا كرات بتعبر الخط ومع ذلك بتحتسب، إما أن هي بتتكمل وبتحسب هدف أو هي عبرت الكرة للخط وما بتحتسبش هدف. ضربات جزاء بالجملة، وشفنا يعني أكثر حاجة صارخة في الاونه الاخيره المباراه بتاعه الانتاج الحربي وكره ازار، والمباراه الاخيره بتاعه رمضان صبحي. لمسه اكتاف. رمضان صبحي لمسه اكتاف في مباراه الانتاج الحربي، مصارعه محترفين. مصارعه حره. ونيجي رمضان صبحي اللقطه الاخيره في المباراه الاخيره والحكم كان ما فيش بينه وبين متر. رمضان صبحي بينه وبين محمود عاشور ما فيش ربع متر، ومع ذلك الكره بتحتسب من الخارج. يعني اذا احنا بنوجه الدنيا زي ما احنا عاوزين، مره من الخارج، مره من الداخل، مره الكره مش بلن، مره الكره بلن. القصه عماله رايحه جايه حسب اهوائهم وحسب اللي هم عاوزين يعملوه. البلد بلدهم والورق ورقهم والدفاتر دفاترهم، واعملوا اللي انتوا عاوزينه. اتمنى ان اتحاد الكره انه يغير الفكر ده حرصا على مبدا العداله بين كل الفرق المتنافسه. اتمنى من اتحاد الكره برضو ان هو يعيد النظر في قصة استخدام الحكام الأجانب، إما أن يكونوا من الحكام. طب الحل إيه؟ إيه البديل؟ البديل ارفع مستوى حكامك. التحكيم المصري إزاي؟ عن طريق الدورات التدريبية دورات مثلا؟ دورات تثقيفية وتدريبية، تدعمهم بتقنيات حديثة ممكن يستخدموها داخل المباريات. أكيد، بس هي أخطر تقنية على الإطلاق هي تقنية الفار. يليها حتة التواصل
يعني بيقولوا ان في سماعات شغاله وسماعات مش شغاله وعندهم ازمه في السماعات، موضوع كبير قوي موضوع السماعات موجود والسيجنال مش موجود، حاجات تتهلك من الضحك يعني. مش هكذا ندير اكبر مسابقه المفروض واعرق دوري موجود في الشرق الاوسط يعني. لكن الاهم احساسي انا بالعداله يعني لما يبتدي يتصدر من كل الاطراف عقب مباراه طلائع الجيش ان الاهلي الجامل من الحكام، الاهلي الجامل من الحكام، الاهلي الجامل من الحكام، ونرجع نشوف نتفرج على شوط الماتش 3-4 مرات نلاقي في 6-7 اخطاء متعمدين ضد الاهلي، اختارهم على اطلاق ضربه الجزاء اللي كنت لسه بحكي لك فيها بتاعه رمضان صبحي، اختارهم على اطلاق ان لعيب كان لازم يطرد وما اطردش، وبعدين يطرد في الدقائق الاخيره من المباراه، الانذار بتاع صالح جمعه، حاجات كتيره جدا شفناها ومع ذلك كان بيتسوق لكده. فانا شايف ان موضوع التحكيم لابد من اعاده النظر فيه سواء في استخدام الحكام الاجانب، ما بقاش فيه عقوبات على النادي اللي محتاج ان هو يجيب حكام اجانب، بس على الاقل ان يكون يدار من خلال استخدام حكام النخبه او حكام الصف الاول او الصفوه اللي موجودين في اوروبا. صحيح. دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب، نورتنا كالعاده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. انا اتشرفت بيكي يا شيما، وكل سنه وانت طيبه وكل المشاهدين بالف خير وحضرتك طيب. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله معادكم مع مباراه النادي الاهلي ونجوم ان شاء الله باذن الله الساعه 7 مساء على ملعب بتروسبورت. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله الحظ يكون حليفه ونرجع بالثلاث نقاط، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في خلال شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين.